فما تشوف لي حاجه طب معاك طيب ولا ايه رايك؟ صدد الدورة 41 لمهرجان القاهرة، دورة المفروض ان احنا بنكمل فيها مسار بديناه، بنحاول نحط المهرجان من خلاله في المكان اللي يستحقها واللي تستحقها مدينة بحجم القاهرة. تاريخ طويل، لازم نكون مؤثرين في صناعة السينما، لازم نكون بنفيد صناع الافلام، ولازم في نفس الوقت نكون ملتحمين بالجمهور. لازم نزود في كل سنة يكون جمهورنا اكتر، وده اللي بنسعى له من خلال شراكات مع جامعة القاهرة ومع غيرها من البروتوكولات اللي بنعملها، ان البرنامج يكون فيه افلام طازجه اكتر، فيها عدد اكبر من العروض العالميه والدوليه الاولى، وده بيتحقق لاول مره السنه دي. فاظن ان الناس لما هتيجي في نوفمبر الجاي في دار الاوبرا المصريه وفي سينمات المهرجان هيشوفوا فرق، وان شاء الله يستمتعوا بدوره جيده من مهرجان القاهره. احنا اول تجريم اعلن عنه المخرج العالمي تيري جيليام، احد المخرجين اللي انا الحقيقه يعني عشقته من وانا صغير، وانا متابع افلامه من وانا عندي 16 سنه و17 سنه وكبرت عليها. زي نفس الحكايه اقدر اقولها على استاذ شريف عرفه طبعا، اللي احنا بنفتخر ان احنا بنكرمه بجائزه المهنه التقديريه، وفنانه منى شلبي اللي انا يعني سعيد ان انا اشتغلت معاها وانها صديقه، وده ملوش طبعا اي علاقه بالتجريم، بس يعني التجريم بتاعي مرتبط بفكره انها فعلا من اكثر النجمات جيلها اللي فضلوا متمسكين بالسينما، يمكن اكثر من التلفزيون او اكثر من الدراما يعني، وعملها مميز جدا، ومش المخرجين اللي اشتغلت معاهم يعني. فكل التكريمات صراحه يعني كانت ناتجه عن نقاش مع اللجنه الاستشاريه العليا اللي شافوا ان الاسامي دي تستحق التكريم بجداره يعني. شكرا جدا.